بص يا مهر، لو جاي تشتميني فانا غلطان. انا اتعزمت امبارح على عيد ميلاد واحده صاحبتي في الجامعه. جامعه ايه يا لود؟ انت بقالك سنتين ما بتروحيش الجامعه، انت كان زمانك دلوقتي متخرجه. ولا انت اتخرجتي ولا اخوك اتخرج. انتوا لو قاصدين توجعوا قلبي مش هتعملي كده. هو انا يا بنت اتجوزت زيدان ليه وجبتكم هنا ليه؟ مش عشان اريحكم وادخلكم كليات خاصه وفي الاخر ايه؟ ايه المناظر اللي انتوا فيها دي؟ ها؟ انت يا بنت بتتسرسبي زي القطط ليه كده؟ هو انا ما عداكي في سعب؟ دمار والله ما اخرج من غير اذنك تاني. انا اسفه. خلاص يا مار. ماشي. ورا بتعملي ايه؟ ورا ما بحبش حد يفتش في حاجتي. بس يا بنت ورا بتعملي ايه يا مهر؟ استني بس. بقول لك ايه؟